اليوم ينطلق أولى مهرجانات منصة ضواحي العين الرقمية، ولتعد أول منصة رقمية في مدينة العين. اليوم نحن كضواحي العين كأول مشروع إعلامي نبغي نخلق بيئة جديدة للإعلام الرقمي في المدينة من أهالي المدينة. اليوم هو الافتتاح الرسمي الأول لضواحي العين لأهل العين. دور المنصة الرئيسي هو شو؟ إبراز مدينة العين للعالم. مدينة العين هذه الجميلة في مساء ظهورها جعلت عيون الناظرين تحار، الوقت ليل غير أن ضياءها أوحى لهم أن الزمان نهار. هذه هي العين. يا مرحبا بك في افتتاح منصة ضواحي العين الرقمية. اليوم احنا موجودين في مدينة العين، فعالية جميلة جدا وهي فعالية منصة ضواحي العين، وقائمين عليها ما شاء الله الشباب من أبنائنا في مدينة العين، وإن شاء الله هذه الفعالية هي البداية. ومدينة العين طبعا راح تكون المدينة السياحية لعام 2025. نحن متطوعين وممنونين للتحدث عن مدينة العين وتثقيف المجتمع من خلال المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الشعر والشعراء ومن خلال المجالس ومن خلال اللقاءات على كل المستويات.